مطلف ٣٣ دقيقة مازلنا متواصلين معكم في كاند بلوس. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا يواجه الهلال السعودي. المباراة هذه انطلقت توا عندها 35 دقيقة لعب. المباراة هذه تجي في إطار منافسات الدور ربع نهائي الكأس العالم للأندية. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل في 35 دقيقة لعب شنو اللي صار مع زميلنا في قسم الرياضة أشرف الستيري. مرحبا. مرحبا مايسة، مرحبا بكم. إن شاء الله بون كوراج في لانوفيل ليميسيون هذايا، إن شاء الله موفقين كامل الفريق في ليميسيون الجديدة هذايا سور لي زوند دو راديو ميد. كيما كنت تحكي بالحق 35 دقيقة لعب في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية بين الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي. مقابلة قوية على الصعيد البدني وأيضا على الصعيد التكتيكي بالنسبة لزوز مدربين من جانب معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي أو المدرب الروماني لويس يوكو مدرب الهلال السعودي. 0-0 النتيجة الحالية. 20 دقيقة ترجي يضغط يجيب فرصة عن طريق أنيس البدري اللي يضيع أمام الحارس عبد الله المعيوف. البدري أيضا في 30 دقيقة لعب نص ساعة قوية برشا برشا لعب ترجي ينتمى متشوه بالكدا اليوم أمام الهلال السعودي. البدري زاد أيضا يصوب مرة ثانية في دقيقة 30. الكرة تصطدم في واحد من المدافعين متاع الفريق السعودي ومباشرة إلى حارس المرمى عبد الله المعيوف. نبداو ونذكروا بتشكيلة الفريقين. تشكيلة بدأ بها معين الشعباني مقابلة اليوم بن شريفية في الكاج. الياس الشتي على يسار الدفاع، سامح الدربالي على اليمين، ثنائي المحور هما عبد القادر بدران ومحمد علي اليعقوبي. ثلاثي وسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث إلى جانبه كوليبالي وكوامي بونسو وتريو داتاك كلاسيك في الاسبيرانس والتريو داتاك هوموجين اللي مسنس ديما معين الشعباني يلعب به المقابلات اللي هو الهوني وترا وأنيس البدري المتميز على الإكسنتري درواتيي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تشكيلة الفريق السعودي، الهلال السعودي عبد الله المعيوف في الكاج، رباعي الدفاع البوريق نلقاه كظهير محمود أو محمد البوريق، كظهير أيمن جانج وأبدولاكي في محور الدفاع، نلقاه ياسر الشهراني على يسار الدفاع الدولي السعودي. في وسط الميدان لاعب اختير اسمه محمد كنو لاعب السعودي هذايا اللي خلق قلق كبير للترجي لجانب سولار اللاعب الكولومبي جوستافو سويلار اللي هو نلقاه في وسط الميدان. قدامه ثلاثي هذايا كاريو اللاعب الاختير زاد رقم 19 اندري كاريو البيروفي الى جانبه ادواردو وياسر الدوسري وسالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الدولي السعودي. في الاتاك اون بوانت في تشكيله الهلال نلقاو الدولي السوري عمر الخريبين اللي عوض اليوم النجم الايطالي لنادي الهلال جيوفينكو اللي يغيب على مقابله اليوم هو والنجم الفرنسي غوميس. هذه تشكيله الهلال من غير غوميس من غير جيوفينكو. ايضا البرازيلي نشوفوه ادواردو اللي هو موجود كاساسي اليوم في تشكيله الهلال السعودي. ماتش قوي على الصعيد البدني كما قلت والتكتيكي. 0-0 الان في 38 دقيقه لعب. ان شاء الله الهدف الاول وهدف الافتتاح النتيجه يكون من جانب الترجي الرياضي التونسي اللي اليوم قاعد يعدي في ماتش كبير. فما ورقه صفراء للاعب الهلال السعودي لاعب وسط الميدان سويلار جوستافو سويلار اللي حكم المقابله. الحكم اليوم اللي هو من الشيلي حكم المقابله اليوم توبار فارغاس الحكم الشيلي يعطي ورقه صفراء بعد تدخل المهم مش للترجي ولا بعد تدخل عنيف من سويلار على انيس البدري. ان شاء الله سلامات الانيس البدري في 35 دقيقه لعب. هما توا ما يعرفوا كيفاش يلعبوا المقابله نتاعهم. الهلال السعودي يبداو في التدخلات العنيفه كيما نشوفوا لي جو دونجرو كيما هكا على الملعبيه اللي هما يمثلوا مركز ثقل في الترجي الرياضي التونسي كيما المهاجم انيس البدري اللي قلقهم برشا القدام على الجهه اليمين. دونك يحاولوا توا انهم باش يمشيوا يلعبوا اكثر على جو دونجرو. ان شاء الله سلامات لهجوم الترجي بالنسبه لانيس البدري وحتى ايضا ابراهيم وترا اللي نجم يماركي في اي وقت. وكما قلت نعاود نذكر بالتوقيت والنتيجه 39 دقيقه، النتيجه مازالت 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي.